وضعته الوزارة في مجال المتابعة والمرافقة جد مهم في أحتفظ بذكرى. فقد عرف وتيرة متنامية تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية أن الدعو مديري المؤسسات التعليمية إلى السهر على توفير ظروف عمل ملائمة للفرق العاملة بالمؤسسة ومناخ يحفز المتعلم على الدراسة والإبداع مع إبقاء قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي مفتوحة لبناء الثقة المتبادلة.